صورته. احلى شباب شيخي يا شباب، شان اذا حدا استشهد نبعث لهم صوره لاهله. احلى ابو محمود. شيخي بسم الله الرحمن الرحيم. شيخي شيخي ممكن تعيد ايش تسوي اليوم؟ اليوم الثالث اشتباكات في حي صنعاء الدين. نقوم الان نواشط قوات الاسد استنزاف طاقتهم وذخيرتهم، وهم الان محاصرون لا تاتيهم الذخيره، واليوم الثلاثاء تولي بفضل الله محاصرين، والان سنقوم باستنزافهم حتى تاتي ساعه الصفر لدخول المبنى. شو اسمه قوات الاسد في حجز الملعب. المبنى عباره عن كتله مكونه من 11 مبنى وتضم جامع المهدي في المنتصف تقريبا وعده مباني، فنحن ان شاء الله سنقوم بالسيطره عليها سيطره كامله. نحن الان تقريبا مسيطرين على نصفها لانهم خرجوا من نصف المباني وانتقلوا الى النصف الاخر، وان شاء الله سنكمل السيطره الكامله عليها اليوم او بكره باذن الله سبحانه وتعالى. تكبير الله.